بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن موجات كهرباسية يصدرها الدماغ. اكتشف العلماء حديثا أن خلايا الدماغ تهتز فتصدر موجات كهربائية وأخرى مغناطيسية، وهي تعبر عن النشاط الدماغي لدى الإنسان. إذا خلايا الدماغ تهتز، ولذلك فهي تتأثر باهتزازات مهما كان نوعها، والله أعلم.